الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال لك في تناقض. جان بول سارتر قال هذا كلام فارغ متناقض. عقيدة الإله، لماذا يا سارتر؟ أحد آباء الوجودية الملحدة، تلميذ هايدغر الملحد، قال لأن جعل الشيء علة لنفسه تناقض، وهذا صحيح. جعل الشيء علة لنفسه تناقض، كان يقال الله خلق فمن خلق الله، الله خلق نفسه، قال هذا تناقض. هكذا فهم جان بول سارتر صاحب الوجود والعدم، سوف ترونه طفلا صغيرا يحبو، لم يفهم مبادئ الفلسفة العقلية. ما رأيكم سارتر هذا فيلسوف العظيم صاحب لم يفهم المبادئ الاي بي سي للفلسفة العقلية، ولا لللاهوت ولا لعلم الكيان المسيحي واليهودي والإسلام، لم يفهم هذا، لم يفهم منه شيئا. قال لك هذا التناقض تماما، كما تقول أنا خلقت نفسي، إذن أنت كنت موجودا حال أنك ماذا؟ معدوم. قال هذا تناقض، وهذا كلام صحيح. إذا قلنا بأن الله علة نفسه خطأ، تعرفون أين يكمن الخطأ بالتبسيط؟ يكمن الخطأ بتبسيط كبير إلى آخر حد في القول كل موجود لا بد له من علة. طبعا نحن نؤمن بمبدأ أو بقانون العلية، كل ظاهر لا بد لها من سبب، كل معلول لا بد له من علة، نؤمن بهذا صحيح. العقل يشتغل هكذا، العقل الإنساني يشتغل هكذا. كل من يقول لك لا أؤمن بالعلية ينتحر عقليا مباشرة، ينتحر عقليا. ستقول له بكلمة واحدة لماذا لا تؤمن بالعلية؟ يقول لك سأوضح لك. قل لا توضح، انتحرت أنت الآن وانهزمت. لماذا؟ لأنك تعتقد أنك حين توضح لي فسوف تقنعني، إذن أنت إيه؟ تؤمن بالعلية. لا يستطيع، لا قيام للفكر، لا قيام العقل، فضلا عن قيام العلم بإيه؟ بغير مبدأ العلية. انتبهوا، لا يستطيع أحد أن يضرب هذا المبدأ مهما حاول، لأنه وهو يضربه يبرهن عليه. فهمتم؟ وهو يضربه، بما يضربه به يقيم البراهين والأدلة إيه؟ عليه. هذا واضح جميل، نؤمن بالعلية. لكن انتبهوا، صياغة مبدأ العلية على هذا النحو هي الصياغة الخاطئة. كل موجود لا بد له من علة، غير صحيح. نحن نقول باختصار كل ظاهرة أو كل ناقص أو كل محتاج لا بد له من علة، لكن لا نقول كل موجود. الله موجود ولا يحتاج إلى علة. ليش هذا الكلام؟ واحد الملحد يقول لك هذه سفسطة لفظية، صحيح سفسطة كما يراها، لكن نريد أن نتعمق الآن. الفلاسفة العقليون المؤلهون بحثوا من قديم هذه المسألة أيها الإخوة بذكاء، يعني لم ينتظروا أن يأتي كانت وسبنسر وجون ستوارت ميل وبرتراند راسل وجان بول سارتر، لا 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 لا، من قديم بحثوها وبذكاء شديد وتجريد عقلي يشهد بجبروت إيه هذا العقل الموحد المؤله. قالوا أيها الإخوة المسألة تنحل إلى شطرين. الشطر الأول، لماذا وجدت ألف؟ عفوا، لماذا وجدت باء؟ قال لي ألف هي إيه؟ العلة أحسن. لماذا وجدت باء؟ السؤال لوجود ألف، بافتراض أن ألف هي علة ماذا؟ هي علة باء. طبعا بين قوسين برضو هذا تنبيه، المشكلة هذه القضية الفلسفية حتى لا يخترض على حتى من يستمع بعد ذلك أو يرى. أبي وأمي ليسوا عللا لي، انتبهوا، هذه شروط معدة. العلة لها مفهوم فلسفي معمق جدا، لكن هذا درس آخر شرحناها في دروس الفلسفة. انتبهوا، تقول لي أبي وأمي، لا لا لا، ليسوا عللا، شروط معدة أيها الإخوة، ممهدة. لكن العلة سوف تفهمون، العلة فلسفة العلة اليوم تفهمون بشكل فلسفي معمق إن شاء الله ومبسط بإذن الله. إذن وجدت باء لوجود ألف، وهذه المسألة يوافق عليها الكل، ويتكفل العلم أيها الإخوة بتفصيل آحادها. العلم يقول لك لماذا يغلي الماء مثلا وعند درجة 100، لماذا يغلي؟ يقول لك لماذا، كيف يتم هذا الموضوع العلم. لماذا ينبت الشجر؟ كيف يصل الماء إلى أعالي الشجرة على ارتفاع 50-60 متر والضغط الأسموزي؟ يشرح لك العلم كيف. كيف تكون أوراق الأشجار الطاقة والغذاء والتمثيل الضوئي، تمثيل الكلوروفيل أو الضوئي، يشرح لك العلم. كيف يتجلط الدم؟ مسألة معقدة جدا، يشرح لك العلم كيف يتجلط الدم أيها الإخوة، إلى آخر الآخرين. هذه مسألة متفق عليها. الشطر الثاني، لماذا تحتاج باء إلى ألف؟ هنا العلم يتراجع، يقول دخلنا في الفلسفة، دخلنا في الميتافيزيق، لا علاقة لي. انتبهوا، لماذا تحدث باء؟ لأن ألف موجودة. لماذا تحتاج باء إلى ألف؟ العلم يقول لك، يرفع الراية البيضاء، يقول لك هذه مسألة ميتافيزيقية، أنا كعلم لا علاقة لي. لماذا؟
العلم إخواني وأخواتي، حتى نكون دقيقين منهجيا من ناحية حتى منهجية في الفهم والنقاش والحوار، العلم يا إخواني يعنى ويتعاطى ويباشر القضايا ماذا؟ القابلة للرصد والتجريب. من حيث أتى هذا هو العلم، من حيث أتى هذا العلم إيه؟ التجريب، هو هكذا. طيب موضوع علة العلم يرى، معلول العلم يرى، لكن موضوع العلية وسر الاحتياج أيها الإخوة، مناط احتياج المعلول إلى علته، قضايا مش موجودة إيش؟ في حاق الخارج، في ساحة الخارج. يعني في الخارج إيش عندي موجود أنا؟ موجود عندي حرارة وماء، صح؟ وغليان. العلم يبحث في هذه المسألة، صحيح؟ لكن مش موجود شيء اسمه إيه؟ الاحتياج، ملاك أو مناط أو سر أو سبب احتياج المعلول إلى علته، مش موجود. حقيقة العلية فلسفية مش موجود في الخارج، صحيح؟ هذا الموجود، علة معلول، انتهينا. العلم يتعاطى. الآن السؤال الثاني، ما ملاك، ما سر، ما مناط، ما سبب احتياج المعلول إلى علته؟ العلم يقول لك هذه مسائل لا أفهمها، لا علاقة لي بها. نقول له أحسنت، تأخر من حيث أخرك الله، ورحم الله امرأ عالما، عرف قدر نفسه، رحم الله عالما عرفه، فليتقدم يا السيد الحكيم الفيلسوف الفيلسوف، يتقدم الفيلسوف يقول لك يا بعد اللتا واللتي وبعد الدراسات وبعد أن صدعنا أدمغة وأدمغة العالمين تحصل لدينا ثلاث نظريات، وفي الحقيقة هي أربع نظريات. النظرية الأولى وهي أشدها تهافتا وأظهرها بطلانا وزيفا، نظرية قال بها الماديون ومن متأخري الماديين بعض الفلاسفة الماركسيين، قالوا ملاك احتياج المعلولات إلى عللها صرف الموجودية ومحض الشيئية. كل شيء كشيء محتاج، كل موجود موجود محتاج، انتبهوا. وقالوا المادة لا تستحدث من العدم، المادة لا تستحدث من عدم، لا ينتج شيء من لا شيء. إذا آمنوا بالعلية أو لم يؤمنوا المديون؟ آمنوا بالعلية، قال لك لا ينتج شيء من لا شيء. الله يقول هذا صحيح، الله يقول لا ينتج شيء من لا شيء، أم خلقوا من غير شيء؟ إيه؟ ما في، لازم من شيء. لكن بصير السؤال هذا الشيء لنفترض أنه في حالة الكون كله هي هذه الشذيذة singularity إيه؟ والتي خرقت كل الجدر الفيزيقية، من الذي أوجدها؟ ما مبدأها؟ ما علتها؟ نحن نقطع بأنه الله تبارك وتعالى، ولدينا أدلة علمية وفلسفية، هم ليس لديهم، انتبهوا. فالقرآن يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، رد على من؟ على جان بول سارتر. الله قال له هذا كلام فارغ أصلا، أنا لا أقول به ولا يقول به مؤمن به ولا فيلسوف عرف إيه كتابي وديني، لا نقول إيه الشيء علة نفسه، الله علة نفسه، غير صحيح، الله ليس علة نفسه، الله علة غيره، وما من شيء هو علة إيه؟ علة ذاته. هذا تصوير خاطئ أصلا، كذب هذا على الأديان وعلى إيه؟ اللاهوت أو علم العقائد. فنعود، فقالوا صرف الموجودية محض الشيئية، هو شيء؟ خلص محتاج لأنه شيء، لأنه موجود. كيف عرفتم هذا؟ قالوا مش بالفلسفة، نحن لا نؤمن إيه؟ بالميتافيزيق هذا، قالوا بالتجريب، بالتجربة المعملية، إحنا وجدنا كل شيء يحتاج إلى إيه؟ إلى علة. فقلنا أكيد كل شيء بالمنطق الاستقراء، يعني الأشياء التي استقريناها، ما تقولوش استقرأناها، استقرأناها طلبنا إيش منها أن تقرأ لنا، انتبهوا. استقرأ واستقرأ، استقريت يعني استقرأت إندكشن، المهم بأسلوب الاستقراء مش الاستنباط ديدكشن. قالوا الأشياء التي استقريناها وجدنا أنها كلها تحتاج إلى إيه؟ إلى أسباب وعلل، فخلاص طردنا الحكم، طردنا عممنا الحكم وقلنا كل شيء بما هو شيء بما هو موجود يحتاج إيه؟ وبعدين تقدموا خطوة حمقاء، لما هذه حماقة طبعا، تقدموا خطوة ضعفاء جدا في الفلسفة والماركسيون الملاحدة، تقدموا خطوة الأمام وقالوا وهؤلاء المؤلهة المؤمنون بالله، نحن نقول تبارك وتعالى وعز وجل وجل مجده، هؤلاء يؤمنون بالصدفة، إيمانهم بالله إيمان بالصدفة. لماذا؟ كيف الإيمان بالله إيمان بالصدفة؟ قالك لأن الصدفة هي ماذا؟ هي وجود، أن يوجد ويحصل ويقع موجود نسبته إلى الوجود والعدم متساوية فيوجد بلا سبب. قالوا الله عندهم كذلك، موجود نسبته إلى الوجود والعدم متساوية لكنه وجد بلا سبب، لم يجد أحد، فهو صدفة. فقال الإيمان بالله عند المؤمنين صدفة. شو هالفلسفة الحمقى هذه؟ هذه فلسفة مضحكة، واحد إيه قرأ خمسة أيام فلسفة عقلية يضحك على هذا كثيرا. لماذا؟ ونمضي.
السبب الأول لأن التجريب أيها الإخوة، التجريب لا يمكن أن يقطع بقول في هذه المسألة. كما قلت لكم، ما في حاق الخارج ليس هو جوهر العلية، وليس هو ضرورة العلية أو إمكان العلية، وليس هو ملاك الاحتياج. ما في الخارج علة معلول بس، هنا العلم يتحدث. لا تقول لي التجربة دلتني، التجربة أنت دلتك فلسفة ميتافيزيقية زائفة وسخيفة، قاعدة مشلولة جامدة، فلسفتك الغبية هذه، انتبهوا. وبعدين من ناحية فلسفية بالعكس، لو صح أن نجعل صرف الموجودية ومحض الشيئية ملاكا لشيء، تعرفون ما عسى يكون هذا الشيء؟ الاستغناء وليس الاحتياج، لأنه موجود، لأنه شيء، أليس كذلك؟ فالشيء بما هو شيء لا بحيثيات أخرى لموجوديته، انتبهوا، هذه فلسفتنا العقلية، وإنما بما هو شيء، بما هو موجود، كما فهم الماديون أبدا هذه الموجودية والشيئية يصح إن صح أن تجعل ملاكا لماذا؟ للاستغناء وعدم الاحتياج. والحال أنهم جعلوها ملاكا لماذا؟ للاحتياج. فهذا خبط، هذا خبط وخلط فلسفي. على فكرة بفضل الله تم حتى في أواخر القرن العشرين نقاش بين بعض كبار فلاسفة الإسلاميين المؤلهين وبين بعض كبار أدمغة الماركسية على مستوى العالم على هذا النحو أو شبيه من هذا النحو، وبفضل الله انتهوا إلى الإسلام فلسفيا. ما فيه يعني، لا تشكوا في قدرة هذه الفلسفة وهذه الأفكار الجبارة، أفكار جبارة ودقيقة جدا جدا، من الصعب جدا أن تدحضها إلا بغباء شديد، غباء من لا يفهمها جيدا. انتبهوا، فلا تتعجلوا ولا ولا ترتابوا. فهذا ما قالوا. بعدين من قال لكم إن المؤلهة، والله لا يهودي ولا مسيحي ولا مسلم أيها الإخوة، آمن بالله على أن الله من باب الممكنات الذي تستوي نسبته إلى الوجود والعدم أيها الإخوة باعتدال، هو الممكن، هو الممكن، مثلي مثلك مثل الكون مثل السنجولاريتي مثل أي شيء في الوجود ما عدا الله. أما الله لم يقل أحد مؤله مؤمن بالله إن نسبته إلى الوجود والعدم غير صحيح بالمرة أصلا، هذا لم يقل به أحد. نحن نؤمن بالله على أنه لازم الوجود، يعني ضروري الوجود، واجب الوجود، وسوف نعرف ما معنى لازم أو واجب أو ضروري الوجود. أبداً، هذا خطأ آخر. طيب، هذه النظرية الأولى، هذه كلام فارغ، انتهينا منها. النظرية الثانية، نظرية المتكلمين الإسلاميين علماء الكلام، قالوا ملاك الاحتياج إلى العلة. لماذا يحتاج المعلول إلى علة؟ قالوا ملاك الاحتياج هو الحدوث. ما معنى الحدوث؟ أي الكون بعد أن لم يكن، سواء كان للجوهر أو للأعراض. يعني ماء تسخن صار ساخنا، هذا حدث بلغة الفيزياء إيفنت، واقعة، واضح؟ حدث من الأحداث أيها الإخوة، كان باردا وصار ساخنا، حدث. أقول لك حادث، الحرارة حادثة أو غير حادثة الآن؟ الحرارة حادثة، جسم معين قابل للتفرقع أيها الإخوة، قنبلة ثم تفرقعت أو انفجرت، حدث لابد له من علة. الحدوث هو ملاك الاحتياج. نحن كمخلوقات حادثون أو غير حادثين؟ حادثون، خرجنا من الليس إلى الأيس كما يقول ابن رشد وابن طفيل، خرجنا يعني من العدم إلى ما معنى الحادث؟ وهو الممكن، هذا الذي تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، الحدوث نفسه عاد. هذا الحدوث هو الملاك، ملاك الاحتياج، واضح؟ هذا الكرسي موجود هنا ثم وجدناه صار في المكتب، في حدث هنا، بنقولش وحده، مستحيل، لازم في علة. حتى لو كان وحده بده يكون روبوت يعني في شكل كرسي، وهم صحيح ومبرمج الساعة 3:15 يتحرك يدخل المكتب، فيه ولا فيش علة؟ في علة، لأنه في حدث. عجيش واحد أهل يقول لي روبوت. هذه المشكلة، ندخل أعماق الأشياء. على كل حال، إذن المتكلمون قالوا مناط الاحتياج هو ماذا؟ الحدوث، كون هذه الأشياء حادثة وكون أعراضها حادثة فيها أيضا في جوهرية، واحد. أي ثاني نظرية. ثالث نظرية، نظرية الفلاسفة الإسلاميين وبالذات ابن سينا وحتى ابن رشد وأكثر هؤلاء إلى القرن الحادي عشر الهجري، قالوا ملاك الاحتياج، سر الاحتياج أيها الإخوة، ما يفسر به هذا الاحتياج العلة
لماذا يحتاج المعلول إلى علته؟ هذه مسألتنا. تريد أن تجيب عن سؤال من خلق الله؟ ابحث هذا البحث الأول، انتبه، هكذا البحث الفلسفي، مش كلام هكذا، كلام جرائد وصحف ونقاشات في تلفزيونات، لا، بحث علمي فلسفي دقيق. قالوا ملاك الاحتياج هو الإمكان الذاتي. إيه الإمكان الذاتي؟ الإمكان الماهوي. ولكي أبسط أيها الإخوة، المفاهيم عموما، المفاهيم عموما تنقسم إلى قسمين، مفاهيم أولية ومفاهيم ثانية أو ثانوية. المفاهيم الأولية هي المفاهيم الماهوية، كرسي، حجر، هذا الكرسي، هذا الحجر، هذا الرجل، هذا كذا، هذه الماهيات يسموها مفاهيم أولية. بعدين عندنا مفاهيم ثانية أو ثانوية، وهي قسمان، مفاهيم ثانوية فلسفية، مفاهيم ثانوية منطقية. لازم تميز بين المفهوم الماهوي والمفهوم ماذا؟ الفلسفي. يمكن ببساطة أن نفعل هذا في أول درج البحث، بعدين الأمور تغيم مثلما غامت على كانت. كانت لم يميز أحياناً بين ضروب هذه المفاهيم الثلاثة، وقع في خطأ. تخيل كانت العقل الضخم، ها ماشين، هذا كان يعني مكينة مفكرة، لكنه وقع في خطأ. هذه قضية دقيقة جداً جداً جداً، العقل. طيب نأتي الآن، قالك الإمكان الماهوي، الإمكان الذاتي. إيش المقصود بالإمكان الذاتي؟ قلنا قبيل قي أيها الإخوة، هناك من الموجودات ما وجودها، ما وجودها إذا نظرنا إلى رتبتها الذاتية، ما وجودها أو وجوده عين ذاته، يعني الوجود هو الماهية، ما في عندنا إيش تفكيك، وجود وماهية، وجود زائد ماهية. وبعدين نبحث مسألة مين عنده الأسبقية والأصالة، الماهية فنقول بإيه أصالة الماهية، أو الوجود فنقول إيه معمول للصدر أصالة الماهية. لا 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 لا، هو وجوده عين ذاته، هذا في منه موجود واحد فقط وهو رب العالمين. للأسف بعض الفلاسفة الإسلاميين للأسف قالوا بوجود العقول القاهرة وجعلوها، وهذا غير صحيح، نحن لا نسلم بهذا. على كل حال، في موجود واحد وحيد وجوده عين ذاته. كيف نثبت هذا؟ هذا موضوع طويل لا بد أن نخوض فيه، أصالة الوجود ثم في برهان الصديقين، وسنأتي على هذا في سلسلة مطرقة البرهان بإذن الله، في وقته، كل شيء في وقته. ما معنى أن وجوده عين ذاته؟ ما معنى أن وجوده عين ذاته؟ معناها ما في خلاء ولا في فاصلة بين الاثنين، معناها لا يحتاج إلى من من يوجده، من يعبئ الخلاء. الرتبة الثانية أيها الإخوة، رتبة موجودات نسبتها إلى الوجود نفترض عن اليمين، وإلى العدم عن اليسار للتبسيط، مجازا فقط، مجاز فلسفي، متساوية متعادلة. فهنا خلاء وهنا خلاء، صحيح؟ لو رأينا هذا الشيء معتدل النسبة إلى الوجود والعدم، صار في حاخ الوجود، نقطع مباشرة أن علة ما هي التي أخرجته من هذه النقطة الاعتدالية إلى ماذا؟ إلى الوجود. فملأت الخلاء، ملأت هذا الخلاء، هذا الخلاء بسموه الإمكان الذاتي، أو الخلاء الذاتي، أو الإمكان الماهوي في لغة الفلسفة العقلية. واضح؟ هذا الممكن كان ممكنا بالذات وصار الآن موجودا، يعني واجبا بالغير. من الذي يحدث الأشياء ويملأ هذا الخلاء؟ هو واجب الوجود لا إله إلا هو، الذي ليس بين وجوده وبين وبين ذاته أي خلاء أصلا. ما في وجود ما هي تتفكك، ما في وجوده عين ذاته لا إله إلا هو، هو القادر وحده، وهو المبدأ وحده القادر على هذا، وإلا تبقى الأشياء كلها في حيز العدم. انتبهوا الآن، في عندنا خلاء على اليسار، عندنا خلاء على اليسار. الآن عدم العلة، ما في عندنا علة، هنا في عندنا علة، نقلته من الإمكان الذاتي إلى ماذا؟ إلى الوجوب بالغير، ممكن بالذات، واجب بالغير، أو صار واجبا بالغير، هنا ممكن بالذات ويبقى محالا بالغير. لماذا؟ لعدم العلة. احفظوا هذه العبارة، يقول لك علة العدم عدم العلة. ليش شيء معدوم؟ لأنه ما في علة أوجدته عشان تملأ هذا الخلاء. هذه نظرية الإمكان الذاتي، الإمكان الماهوي، الإمكان الماهوي. ورد هؤلاء كابن سينا على المتكلمين القائلين بأن الحدوث هو ملاك الاحتياج، هو ملاك ملاك الاحتياج. قالوا لا، غير صحيح، لأن العقل لا يفرق بين حدث
أو بين حادث حتى في جوهر أيها الإخوة، حدث بعد أن لم يكن أو استمر حدوثه إلى لا بداية، قول العقل لا يفرق، فيحتاج في الأمرين إلى علة، وهذا كلام يحتاج إلى نقاش. نقاش الفلسفة المتكلمين مسألة برضو تحتاج إلى نقاش. على كل حال أنا أعرض لكم النظريات، أعرض لكم النظريات لكي أبسط المسألة الثانية هذه أيها الإخوة. يقال أيضا في الفلسفة العقلية كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، احفظوا هذا المبدأ الفلسفي، كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. أبسط كيف؟ يسألك سائل لماذا هذا إيه الشاي حلو جدا؟ صحيح؟ الشاي من حيث هو حلو أو غير حلو؟ غير حلو، بالعكس هو أقرب إلى المرارة الشاي لو مضغت أوراقه، لكن شاي مع ماء أو بعدين نضيف ماذا؟ العسل أو السكر. فيسأل لماذا هذا الشاي حلو جدا؟ ماذا يكون الجواب؟ إيش العلة؟ إيش علة حلاوة هذا الشاي؟ إيه؟ السكر، رقم صحيح. الآن كون الشاي حلوا صفة ذاتية للشاي؟ مستحيل. شوف قبل شوية الصفة الذاتية مش حلو بل أقرب إلى المرارة. إذا كون الشاي حلوا ليس صفة ذاتية، إذا صفة ماذا؟ عرضية، يعني عرضت له وحدثت فيه بعد إيه؟ أن لم تكن. كل ما بالعرض لابد في النهاية أن ينتهي إيش؟ إلى ما بالذات. عشان ما نطولش النقاش ونسهب، بعدين بنسأل بسبب السكر، لكن ليش السكر حلو؟ كأنك تقول ليش السكر سكر، صح؟ كأنك تقول ليش السكر سكر، هو هكذا. فكل ما بالعرض لابد إيه؟ كذلك البحث لماذا كان الله هو المبدأ الذي أعطى الأشياء وجودها وملأ الخلاء. هو هذا، هو بالذات قادر على هذا، لا إله إلا هو، ووجوده هو عين ذاته. أما هذه الأشياء وجودها ليس عين إيه؟ ذواتها، في تفكيك بين الماهيات وبين إيه؟ الوجودات. آخر نظرية وهي ربما تكون الأقوى، نظرية الإمكان الوجودي. النظرية الثانية الثالثة إيش كانت؟ الإمكان الذاتي أو الماهوي، لا هذه اسمها نظرية الإمكان الوجودي، ونختم بها إن شاء الله بكون بلغنا إيه الغاية في خطبة اليوم على ما اتسع له الوقت. إيش نظرية الإمكان الوجودي؟ وهي طبعا إيه فرع القول بأصالة الوجود، بأصالة الوجود. نظرية معقدة وكبيرة ودقيقة وعميقة، لكن سنبسطها بتبسيط ممتاز أيها الإخوة. كيف؟ ملا صدرة رحمة الله تعالى عليه صاحب الفلسفة المتعالية أو الفلسفة إيه الصدرائية، فكر تفكيرا عميقا وحلل مبدأ العلية فلسفيا، وحاول أن يفهم ما هي العلية. فقط بتحليل مبدأ العلية أيها الإخوة استطاع أن يقع على الجواب عن مسألتنا. إيش المسألة؟ ما هو ملاك الاحتياج إلى العلة؟ لماذا المعلولات تحتاج إلى إيه؟ إلى علل؟ مسألة كبيرة هائلة، هذه هي سر مفتاح جواب من خلق الله، هو هنا. لا تفهم هذا صعب تفهم الجواب كويس. كيف؟ انتبهوا. العلية ما هي؟ هي ضرب أو لون من الترابط، صحيح؟ شيء مرتبط بشيء، كما قلنا باء مرتبطة بألف، ألف هو الذي أوجد باء، ضرب من الارتباط. ولو فكرنا في ألوان وصنوف الارتباطات أيها الإخوة، كارتباط السرج بالفرس، صحيح؟ في ارتباط، هي السرج وضعنا إيه؟ على الفرس، صار في ارتباط تعالق بين السرج إيه؟ والفرس، السرج على الفرس. ثم كارتباط الراكب الفارس بماذا؟ بفرسه وعليها سرجه، هكذا ارتباط. كل أنواع الارتباطات يمكن إيه أن نضرب لها إيه أمثلة على هذا النحو. وارتباط الخاتم إيه بأصبعي، ها مش خاتم الخطبة هذا أو الخطبة، كارتباط الخاتم إيه بالأصبع، أو ارتباط القلم بيد إيه الكاتب، إلى آخره إلى آخره. أو حتى ارتباط إيه ما يجري على الورقة بالقلم المرتبط بدوره بيد الكاتب، ارتباطات. كارتباط الإشارة التي تحرك العضلة في اليد بماذا؟ بالدماغ، فهي أي مصدرها؟ الدماغ، ارتباط. كل صنوف وألوان الارتباطات إذا حللتموها وجدتموها ماذا؟ تتحدث عن طرفين ورابطة، كونكشن يعني، طرف أول طرف ثاني ورابطة بينهما، صحيح؟ وفي كل هذه الصنوف من الارتباطات لاحظ ملا صدرة رحمة الله تعالى عليه إخواني وأخواتي أن كلا من الطرفين له وجود مستقل عن ماذا؟ عن الطرف الآخر، رقم صحيح. في عندي خاتم وفي عندي إيه أصبع في يد، رقم صحيح. في عندي قلم في عندي ورقة، في عندي سرج في عندي فرس، في عندي فرس عندي فارس، هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، أشياء إيه مستقلة في وجودها عن بعضها البعض، صحيح؟ وهذا يصدق على كل أنواع الارتباطات حاشا وما عدا
وباستثناء نوع واحد فقط، ما هو؟ الارتباط العلي. انتبهوا، شوف عمق وبساطة وجمال في الفكر الفلسفي. الارتباط العلي. ملا صدر يقول لك تماما، خذوا ايه امثولة او مثال الشاي الحلو جدا، تقدر تفكك بين حلاوة الشاي وبين ارتباط جزئيات الشاي بجزئيات السكر؟ ما ينفعش. إذن أيها الإخوة، الارتباط العلي يكون فيه المعلول موجودا وجودا إيه؟ علائقيا أو تعلقيا. وجود هذا المعلول، حلاوة، حلاوة الشاي، هي عين ماذا؟ الارتباط، هي ذات الارتباط أو الارتباط ذاته. بمعنى احذف الارتباط فتحذف العلة، يعني حذف ماذا؟ المعلول، يعني عدم المعلول. فهمتم كيف؟ هو هذا ملا صدر قال لك هذا الوجود إيه؟ العلائقي التعالقي. ثم قال لك كل ما في الوجود أيها الإخوة، كل ما في الوجود باستثناء طبعا موجد الوجود، وجوداته إيه؟ أو وجوده إيش؟ وجود ماذا؟ تعلقي، يعني وجود ماذا؟ عللي أو علي كله. وهذا الملاك عجيب، يعني ماذا؟ ماذا تقول نظرية؟ تقول ملاك الاحتياج إلى العلة الوجود ذاته من حيث كونه تعلقيا، هو هذا. فكل موجود بما هو موجود، لكن إيه؟ لا بما هو موجود عفوا، إنما بما هو موجود وجودا تعلقيا. وما من موجود إلا وجوده ماذا؟ تعلقي، محتاج إلى العلة. لذلك بقي إيه؟ المبدأ الأول الذي يفسر لنا كل شيء، ووجوده غير محتاج إلى العلة، لأن وجوده عين ذاته، وجوده عين ذاته هو الله تبارك وتعالى. إذا باختصار وبكلمة واحدة فلسفيا أيها الإخوة، وعلى أساس أيضا من العلم كما في النصف الأول من الخطبة، لا يصح أن يقال كل موجود يحتاج إلى علة، هذا خطأ. وإنما نقول ماذا؟ كل موجود وجوده ماذا؟ تعلقي، محتاج إلى العلة. الله وجوده ليس تعلقيا، ما عدا الله من العرش إلى الفرش أيها الإخوة كلها وجودات ماذا؟ تعلقية، فهي محتاجة إلى العلل. نسلسل هذه العلل لنصل إلى علة العلل، العلة الأولى المبدأ الأول وهو الخالق لا إله إلا هو الذي ليس له